وصفتنا لليلة سوبر بسيطة وطيبة وبتنفع لجوع آخر الليل. بمقلاية على النار بنندوب ملعقتين زبدة كبار ومنضيف عليهم نص كباية كريمة ونص كوب جبنة كريمي. بس يغلو منضيف عليهم شوية بهار أسود وملح، ومنرجع منضيف عليهم 2 كوب من الذرة ومنخليهم يطبخوا لمدة ربع ساعة. منقدمهم هني وسخنين ومنحط على وجههم أي نوع شيبس نحنا منحبه. جربوها الليلة إذا جعتوا بالليل واعطوني رأيكم. صحة وعافية.